هل حياتكم ما شاء الله تبارك الله فلل وسيارات وسفرات، هل كانت قبل الشهرة كذا؟ شوف يعني وأما بنعمة ربك فحدث، يعني شيء طبيعي أنه أي خير يجيك لازم أنك تذكر نعم ربي عليك، لازم تذكر بس لازم تصوره. شوف التصوير ترى الكل يصور، لو جينا بالواقع والمنطق الكل يصور، كل اللي عنده سناب يصور أي شيء له، لكن الفرق هذا مشهور، هذا يشوفه مثلا عدد أكبر وهذا يشوفه أصدقائه وأهله، في الأخير هو صور. بس أنت تهربت من السؤال، إيش هل هذه حياتكم قبل الشهرة؟ أنا كنت بجاوب بس أنت عطيتني سؤال ثاني. أوكي قبل الشهرة أنا دائما الحمد لله. لا 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 بقول لك الأعصاب، الحمد لله. أعطيك سؤالين في ثلاثة لا في أربعة بقول لك علشان تتوتر. بقول لك الحمد لله، يعني احنا كنا في خير ونعمة من قبل الشهرة الحمد لله. يعني أمي كانت موجهة، كانت رئيسة قسم في التربية والتعليم، أبوي كان موظف الحمد لله في خير ونعمة، فالحمد لله أكيد أنه بعد الشهرة وقاد، وفي ناس كثير مشاهير ما عرف يتصرف بالفلوس اللي تجي أو الخير اللي يجي يطيره، فممكن تشوف ما عنده شيء وهو قد يكون مشهور قبلك.